اخواني متابعي شبكه الاهلي اليوم، نرحب بالاستاذ عادل بعيسى مدير الكره بالنادي الاهلي لكره القدم. استاذ عادل، ما هي استعدادات اخر الان ليشرف عليها فريق الاهلي لحد الان؟ طبعا بسم الله، في البدايه نشكر على متابعتكم هذه، في البدايه نتوجه بالتهاني لمتابعينا وخاصه الشعب الليبي ككل وجمهور الاهلي بصفه خاصه، مبارك لهم شهر بحلول شهر رمضان المبارك. طبعا بالنسبه للاستعدادات زي ما تطرقنا في التصريح في الفتره الماضيه، يعني كنا شرحنا فيه بصوره عامه بشكل يعني موسع كيف طريقه اللي نفكروا فيه والخطط المستقبليه اللي نفكروا فيها ووضعناها يعني، واخذت منه وقت زي ما تطرقت في التصريح في الفتره الماضيه، ان الموضوع في البدايه عكفنا على تحديد الاهداف اللي نطمح ان احنا نوصلوا لها، وبالتالي رسم الخطط، والخطوه الثالثه هي ترشيح الناس اللي هي باش نوصلوا للاهداف هذه. طبعا خدنا منها وجدنا بعض المشاكل في الامور هذه، من اهم هذه المشاكل يعني صراحه التلكك نتاع وزاره الرياضه وعدم الاعتماد الانتخابات وتاخرها في الاعتماد الانتخابات، اشياء مثل هذه يعني كانت عوائق سببتنا بعض المشاكل وسبب تاخير لنا في الموضوع هذا. بالنسبه لكن احنا في نفس الوقت يعني ما موقفناش، وتدريجيا بدينا زي ما قلنا قسمنا العمل مراحل. بالنسبه للفريق الاول زي ما قلنا يعني كان البدايه كانت كلفنا الاستاذ رضا عطيه والاستاذ رشيد القاضي للاشراف عليه الفريق الاول كمرحله اولى. نعرف ان في الفتره الماضيه احنا مشكورين الاستاذ يوسف الشوشان والاستاذ محمد الزقوزي، يعني اشرفوا على تجميع الرياضيين، وكانت يعني خليط من رياضيين يعني من فريق من النادي الاهلي، في رياضيين يعني من انديه اخرى، في رياضيين حتى من الشارع كانوا موجودين، عدد كان كبير. تدريجيا الحمد لله يعني الان وصلوا للشكل يعني الفريق بدا يعني في صوره فريق، بدينا نرجع في الرياضيين وبدت يعني انطلقت المباراه الوديه. اليوم نلعبوا اليوم في لقاء ضد فريق المحله ان شاء الله، يعني كانت بالاتصالات يعني اتمرت ان شاء الله حتكون في دوره في الامارات، ولكن ليس كما يعني سمعت حتى في وسائل الاعلام يعني يتكلموا عليه، كانت صح في اتصالات ان احنا في نادي الجزيره، ولكن لا، هذه بنسبه 99% حتكون في نادي الضفره الاماراتي في يوم تنطلق من يوم 3/8 الى يوم 12 ان شاء الله. حيكون من الفرق اللي لحد الان اعتقد الفريق الاسماعيلي وفريق الضفره الاماراتي وفريق اخر. طبعا هذه بالامس بس يعني متاخر ساعه متاخره في الليل يعني، واليوم صباحا نتاكد المعلومه دي، وقاعدين يعني في مع نهايه الليل ان شاء الله نحسموا الموضوع هذا. هذا بما يخص الفريق الاول. طبعا الفريق الاول زي ما قلنا احنا المستهدف ان البدايه تنطلق بمدرب محلي، حيكون في الفتره القادمه ان شاء الله معد بدني اجنبي، مدرب حراس اجنبي ودكتور. وبالنسبه ما يخص في نفس البرنامج، كانت انطلاقه اليوم للفئات السنيه مع الخبير الهولندي ريمكو، وكان في اجتماع مع يعني الاخوه اللي كانوا مسؤولين ومشرفين على الفئات السنيه في الفتره الماضيه، اللي بكل صراحه انا قلت زي ما تطرقت وقلت ان الشكر يعني شويه في حقهم، كنا على يعني حريصين ان احنا في نهايه يعني ان الناس لو ان في حد منهم الخدمات منعه ان المرحله ما تطلبش ان هو يكون موجود، حريصين ان هم ان يعني نوفروا لهم مستحقاتهم وتم كفاتهم بشكل لائق، يعني على الاقل نحفظه يعني يكون في الود اللي ما بيننا يعني عشرة، وقصدي ناس قضت وقت في نادي الاهلي، ما نبوش نخسروا الخبره مدحهم على اساس حتى الفتره الجايه انهم يتعاونوا معنا. انطلاقه اليوم لفريق الاواسط مع المدرب ريمكو، وان شاء الله يعني في وجود الاستاذ كمال زروق كمشرف الفئات السنيه، المساعد مدرب لفئه الاواسط يكون رضوان الديب، لفئه الاشبال محمد الزقوزي، لفئه البراعم الدكتور طارق هرميش، بالنسبه للناشئين حيكون في المرغني الشريف. طبعا هذا احنا بدنا بالمراحل بالنسبه للاواسط والاشبال والبراعم، مدرسه الناشئين حتكون ان شاء الله من بعد 10 ايام ثانيه، لان احنا نفكر في عمليه انشاء مدرسه.
يعني نحطوا لها في نجمعوا لها في عوامل النجاح نتاعها باش تكون الانطلاقه باه يعني مدرسه ناشئين يعني لازم توفر لها العوامل نتاعها. لكن ماذا تحتاج الى ملاعب نحن لكم ملاعب؟ هذا كنت طرق له يعني الخطط موجوده والاهداف يعني تحتاج الى ارضيه باش تنطلق منها، وحنا كنا حريصين وهذا ما وعدتنا به الاداره على اساس ان رقم واحد نحاولوا تهيئه ما هو موجود الان كمرحله اولى. ومن تم يعني في اتفاق تم مع نفس الشركه الاسبانيه لاعاده تجهيز الملعب المعشب هذا، وقالوا لنا في مده تتراوح ما بين ممكن 45 يوم الى شهرين يكون الملعب جاهز. وبصراحه صرحنا الوضعيه هذه للناس هذوما الخبير الهولندي والمدربين اللي معاه، وزي ما قلت لك يعني نحاولوا مبدئيا ان ما هو موجود على ارض الواقع نحاولوا تهيئته في المرحله الاولى، ومن ثم تدريجيا نرجع نصل للمستوى اللي احنا نصبوا له انه هو تكون يعني بشكل يعني بشكل محترف يعني تكون الخدمه ان شاء الله. الدوره الوديه ستطلق يعني 3/8 يعني بعد اسبوع او اسبوعين بالكثير. اسبوع ان شاء الله. فريق غير جاهز بلقات اسماعيلي والضفة خاصه الانديه جاهزه بدنيا هي بالنسبه شوف يعني نكون واقعيين، انت لما احنا نعرف ان الانطلاقه الحقيقيه ممكن بدات من خلال ممكن اسبوع 10 ايام فاتوا وفترة تجميع الرياضيين، وإحنا الآن ما نصبوش إلى نتائج بقدر ما نفكروا في حاجة مهمة جدا، ولكن العائق الكبير في هذا الموضوع هو ما فيش يعني شكون يفتي في الموضوع هذا سواء اتحاد الكرة وإلا أي جهة مسؤولة على الرياضة في ليبيا بعملية إن هل في دوري في الفترة القريبة أو ما فيش. وهذا إحنا عندنا إحنا لعيبة ما شاء الله يعني الأندية ما وصلت العديد، أنا شخصيا تلقيت العديد من العروض بخصوص الأندية لعيبة الأهلي إنهم طالبينهم كإعارات، والإعارات أقل إعارة تبي تحتاج إلى سنة، وفي الأندية تطلب في سنتين. وبصراحة الموضوع هذا ما تقدرش إنك أنت تفصل فيه إلا ما تكون عارف إن ما هو مستقبل الرياضة والدوري في 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 ليبيا. فيما لو عرفنا الصورة هذه ووضحت الإجابة على السؤال هذا هنا تقدر تتصرف. فيما لو ان الدوري كان بعيد احنا نطمحوا ان احنا اللاعبين اللي نعرفهم واقفين على الامكانيات من هم نسعوا ان هم يمشوا يلعبوا ونفكروا في الاعداد الى صف ثاني صف جديد لنادي الاهلي ما دام عندنا الوقت نحتاج الى احنا بناء صف ثاني. وهذا يخلينا ان احنا في اي وقت ان مثلا يتم الاعلان على دوري من ثم تجميع الرياضيين اللي عندنا الاعارات بما هو موجود يعني من لما تحلهم الفرصه مع طاقم اجنبي وتم هذا هو المستهدف يعني كصب بسرعة عامة يعني في الفكرة فيه. فعملية المشاركة في الدورات هدية المنظور هو الاستفادة في الـ في الـ في الـ في, الـ في كأعداد يعني ما تشبهش النتائج لأن هذه النتائج تجي بعد يعني بعدين إن شاء الله. لاعبي الأهلي في المنتخب الوطني هل تلقيتم عوض من أندية عربية للاعبين؟ بالله أنا بنقول لك في الموضوع هذا بصراحة أنا حتى اللاعبين يعني العديد منهم تكلمت معهم لأن نعرف أن الفترة دي خاصة اللاعبين اللي في المنتخب الليبي وخاصة بعد الإنجازات والنجاحات اللي حققها المنتخب فالمتابعين في الوسط الرياضي في العالم وفي الوطن العربي كلهم يعني عينهم على المنتخب الليبي وكانت النصيب الأسد للرياضيين الأهلي. ولكن بصراحة باستثناء مثلا ممكن رياضي ولا اثنين عروض حقيقيه لان نعرف اني كلمك مثلا سمسار ولا حد مثلا وكيل اعمال والا ما حد يعني وسيط وما يكونش كذا، ولا نعرف ان لما يوصل خطاب حقيقي من اي نادي هذاك نقول لك انه هو في فعلا نيه حقيقيه من نادي انه ترغب في ضم رياضي. ولكن المكالمات الشفويه دي ما نعتبرش فيها ان هي عروض، وفهمت حتى الرياضيين ان الاشياء دي ممكن هي ممكن تشوش على اللاعب لا أكثر ولا أقل يعني. نشكر أستاذ عبد العزيز مدير كرة النادي الأهلي على تعليق. شكرا بارك الله فيكم مشكورين شكرا. الله فيك.